واكيد شحال ما كان المبلغ، المهم هو انكم شاركتوا وعطيتوا كل ما بجهدكم. دابا غادي نشوفوا كاملين شحال المبلغ اللي جمعتوا طيله هذه الحلقه، هذه المجهود ديالكم ديال هذه الحلقه هذه هو 48,400 درهم. تبارك الله عليكم. مبلغ مزيان اكيد، ما تكملناش 50,000 درهم. كما قلت لكم المجهود اللي درتو، الخوف اللي كان عندكم والتحدي والاصرار ما مشاش هدر، عليكم. واكيد انا والجمعيه غادي يكونوا سعداء. خلي هذوك فلوس الجمعيه غالي غالي، فلوس الجمعيه هذوك بغيت تصبوا مع عصير انا خلصهم.